استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم النصيرات بوسط قطاع غزة ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت بشكل مكثف مناطق عدة في المحافظة الوسطى لقطاع غزة خاصة مدينة دير البلح ومخيم البراج كما استهدفت مدفعية الاحتلال الأحياء الغربية لمدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة